كابتن بلال، يمكن نادي الاهلي صاحب اقوى خط هجوم برصيد 10 اهداف، ولكن ايضا خط هجوم المحله في 4 مباريات جاب 7 اهداف. هل ده ممكن يطمع الكابتن محمد عوده، عكس ما بيقول بقى الكابتن اسامه ان البدايات بتاعت الكابتن محمد عوده، يطمع في المباراه من اولها؟ لا، يطمع في المباراه من اولها دي اعتقد صعب يعني، ولكن صعب. انا طبعا انت برضه المحله لاعب مين؟ ما انت برضه لازم برضه تقيس على كده يعني، انا لعبت مين فبلعب باني شكل وباني طريقه. المباراه اللي فاتت كنا برضه بنقول النادي الاهلي بيلعب قدام الخصم مين؟ نعم يا كابتن؟ كان المقاولين يعني الخصم مين؟ يعني مثلا المقاولين كسب، انت قلت كسب وتعادل وتهزم قبل كده، بيلعب النادي الاهلي قلنا واكدنا مرارا وتكرارا ان المباراه هتكون مباراه مقفوله، مش مباراه مفتوحه. مظبوط. مش بما يعني بالرغم ان هو كان عنده سرعات كبيره جدا وعنده لعيبه عندها مهارات، ولكن ما قدرش يجاري فرقه النادي الاهلي، لانه عارف ان انت دايما ساعات المدير الفني بيحسبها ازاي، انا لو جريت النادي الاهلي هل عندي بره اللعيب الكف اللي زيه زي اللعيب اللي جوه اللي يقدر ينزل يكمل تمام ويواصل بنفس طريقه اللعب بنفس التكتيك اللي بشتغل بيه، هل ممكن يبقى عندك كده بره؟ ما ساعات المدربين تفكر في كده طبعا. انا النهارده لو جريت النادي ولعبت جيم مفتوح وبذلت مجهود كبير جدا، هل عندي لعيبه بره بنفس الكفاءه وبنفس القدره والامكانيات اللي تقدر تكمل الماتش ولا لا؟ الاهلي عنده، عشان كده هو دايما يعني هو اللي بياخد المبادره دايما تمام، لانه عنده البديل اللي بره الكفء اللي ممكن ينزل يكمل ويضيف، بالعكس ويضيف وممكن يبقى افضل كمان في بعض الاوقات. انما النهارده تعالى بص مثلا على فرقه المحله، هتلاقي هو بيجمع عنده مثلا 11 لعيبه ممكن يكون المستوى 60-70%، فيلاعب النادي الاهلي اللي على دكه البدلاء، هل ممكن يغير؟ هل ممكن يعمل اضافه كبيره؟ هو ده اللي ممكن يكون بيفكر فيه. اتفق مع الكباتن ان الملعب صعب وصغير وضيق، وهم اكيد واخدين عليه، وده ملعب من الملاعب الصعبه جدا 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 اللي النادي الاهلي يعني لما بيجي يلعب عليه بيعمل لفرقه المحله مش لفرقه المحله نفسها، مع احترامنا طبعا لفرقه المحله طبعا، لكن بيعمل حساب للملعب بشكل كبير. مظبوط. الملعب ده صعب جدا جدا، النجيله صعبه جدا، الاجواء صعبه، قريب من الجمهور، قريب من السور، ضيق شويه، مساحته صغيره. يمكن معانا على الشاشه مشوار الفرقتين يا كابتن في 4 مباريات اللي فاتت، فزي ما احنا قلنا الاهلي في المركز الاول والمحله في المركز الرابع، زي ما قلت حضرتك ان المحله لعبت 4 مباريات عندها 8 نقاط وفي المركز الرابع حتى الان. يعني 4 مباريات 8 نقاط، يعني ما تغلبش المحله، لما تغلبش ما تغلبش لا يعني في رباعي لم يهزم حتى الان. نادي الاهلي، بيراميدز، سموحه، غزل المحله، ما تغلبش يعني ما تغلبوش، وده بتبقى شيء جيد. تالي المصري كمان كلها تعادلات، 4 ماتشات. لا 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 لا، 4 تعادلات، 4 تعادلات. اعتقد المصري خسر مباراه مع معين الشعباني، خسر مباراه مع معين الشعباني النادي الاهلي، النادي المصري. لا لا، ما خسرش اعتقد خسر، كلها تعادلات، تعادل 4 ماتشات، 2-2 مع بيراميدز. يعني كان متاخر الحكي، كان مطلوب منه واحد، فطبعا ده يدي كمان حافز لمحمد عوده كمان ان هو داخل ماتش الاهلي فعايز يكمل الحته دي. هو لو عدى ماتش الاهلي بنتيجه ايجابيه تعادل، خلاص هو هيروح في حته ثانيه مع الفرقه، ثقه هيروح في حته ثانيه، اداء هيروح في حته ثانيه، اللعيبه عندها يروحها هتبقى عاليه جدا جدا جدا. دي كلها حسابات بتدور في ذهن المدير الفني طبعا، وخاصه ان هو بيلعب ماتش زي ماتش الاهلي، عنده برضو حافز ان السنه اللي فاتت الاهلي مغلوب على الملعب ده من غزل المحله، فده ممكن برضو يطمعه في الماتش، يخليه ان هو ايه، خلاص انا هجاري النادي الاهلي يعني هاخد مع النادي الاهلي لاقصى وقت يا كابتن، وهبتدي برضو اشتغل على الهجمات المرتده واقفل كويس، لان الملعب بالنسبه له ضيق وصغير، فمش هيدي مش هيبقى فيه مساحات لعيبه النادي الاهلي ان هي تتحرك وان هي يعني تاخد راحتها في الماتش، ونستغلوا المهارات بتاعتهم وانه يشتغلوا بتكتيك عالي، ممكن يشتغل الحته دي ويلعب على هجمه مرتده، يلعب على كره ثابته، يلعب على كره عرضيه. في ناس بتشتغل بالطريقه دي، واعتقد محمد عوده من الستايل والاسلوب بتاعه كده، انا يعني شفته مع المقاولين برده كان بيشتغل بنفس الطريقه. فالنهارده ماتش صعب، مش ماتش سهل، الخصم عنده حوافز كبيره، الاكبر حافز بالنسبه له ان هو بيلعب على ملعبه، بيلعب النادي الاهلي، مهم جدا بالنسبه له انه يكمل المسيره الجيده اللي ابتداها، لعب 4 ماتشات، كسب 2 وتعادل 2، فبالنسبه له هو في حته تانية خالص مختلفه، وتقريبا ترتيبه الرابع او الخامس تقريبا، فهو اكيد عايز يحافظ على الحته دي، وعايز يقول كمان لمجلس اداره غزل المحله ان انا برضو مدير فني جيد. يعني زي ما كابتن خالد عيد عمل الموسم الماضي، انا انا هشتغل الموسم ده كمان. هو لو عمل نتيجه ايجابيه مع الاهلي اصبح ايكوال يعني، او تقريبا هيبقى ايكوال مع خالد عيد اللي كسب الاهلي وكسب الزمالك على ملعبه. فالماتش صعب، الماتش مش سهل، تفاصيله كتيره جدا 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 جدا. مهم جدا
انك روحك النهارده تبقى عاليه بشكل كبير جدا، مش بس المهارات الفرديه اللي عند اللعيبه، لان غزل المحله طول عمرها مش بس بتعتمد على المهاره، بتعتمد على الروح العاليه جدا جدا جدا. لعيبتها عندها روح عاليه جدا، بيأدوا بالروح دي يمكن طوال ال 90 دقيقه للاعب النادي الاهلي، فالروح هتبقى اعلى بكتير جدا جدا. هيصدر لك مشاكل في الكرات المشتركه، السكند بول هيصدر لك فيها مشاكل، فلما كنتش انت تقابل الكلام ده بسبيريت عاليه، اعتقد الماتش هيبقى صعب عليك. طيب.